عرفنا بنفسك. انا عبد الله شركس، مخرج ومدير جناكليس للفنون البصريه. ليه انت اخترت الفيلم ده عشان تعرضه هنا؟ والله يمكن احنا في الفتره الحاليه الاسكندريه بتتعرض لتجريف معماري غير مسبوق، مباني كتير بتتهد، مباني بدات تقطع بشكل عشوائي، وكنا مهتمين احنا خلال الفتره اللي فاتت ان احنا نظبط الظاهره دي. فكان من خلال ان احنا يعني انضمينا لسيب اليكس، او سيب اليكس انضموا لجناكليس، لمقر جناكليس، وعملنا معرض لجوهر اللي هو سكتشنج اليكس، وهو دي محاوله لان هو يمسح اسكندريه من خلال الرسومات والوصف جنبها، يعني قبل ما اسكندريه ملامحها كلها تتغير. وكان الفعاليه الثالثه هي عرض فيلم اسكندريه كعب داير للمخرجه فاتن المنديري، من ضمن البروجرام بتاع المعمار والهدد عموما في اسكندريه اللي احنا كنا مهتمين بيه خلال شهر فبراير ومارس. انت شايف علاقه ما بين تجريف المعالم الاثريه في اسكندريه والمباني القديمه وما بين النظام الراسمالي؟ يعني هو سؤال صعب شويه، او اجابته بالنسبه لي حاليا بقت مركبه. يعني يمكن كنت شايف ده لغايه فتره قريبه، ان هو في الاخر المقاولين عايزين يطلعوا عماير يبيعوها باسعار فلكيه، ومش هممهم التراث وكده. ده بعد من ابعاد الموضوع طبعا، هو المكسب على حساب الجمال، وعلى حساب يمكن كل بلدان العالم اتطورت من العماره الموجوده في وسط البلد دلوقتي لعماره الباو هاوس، بس اتطورت بحساب بتصميم بتخطيط عمراني. احنا ما فيش تخطيط عمراني، في عشوائيه تماما، فبيطلع قبح. المباني اللي بتطلع دي بتقع، التربه في اسكندريه اتجرفت، كل شويه بنسمع عن عماره وقعت، سوبر ماركت وقع على ناس احتاجهم. فطبعا ده جشع راس مالي. ده جزء تاني من الموضوع، ان دي طبيعه الحيوان. يعني هو الحياه بتتبنى وبتتهد ويتبنى مكانها حياه تانيه، وعلى حسب ما الوعي الجمعي بتاع الشعب ده قادر ان هو يقف ويتحول من فتره لفتره، على قد ما التحول بيبقى تدريجي سهل، بيروح في حته في الاخر، بيروح من شكل معماري لشكل معماري. على قد ما الشعب بيبيع قضاياه وبيبيع تراثه وبيبيع ماضيه، على قد ما الموضوع بيطلع مشوه، وده اللي بيحصل دلوقتي. شكرا.